ومشاهدينا بنصبح عليكم من جديد، ولانه طبعا الفتراء لها اهميه كثير كبيره مش بس في قلوبنا، في قلوبنا وعلى ارض الواقع. اليوم راح يكون معنا الدكتور ثروت المصالحه، وهو مفوض البنيه التحتيه والاستثمار في اقليم الفتراء، حتى نتحدث عن اقليم الفتراء، عن تفاصيل اللي بيقوم فيها المفوضيه هناك، الانجازات، التحديات، تفاصيل كثيره. ولانه طبعا بنعرف قديش الفتراء كمان مهمه، راح نحكي عن زياره الملك للفتراء اللي طبعا قام فيها منذ اشهر يمكن او شهر تقريبا، وغطيناها احنا بالاخبار، لكن لازم انه نعرج عليها اليوم ونعرف بعض من تفاصيلها. دائما بنقول الله يحمي سيدنا ويخلي لنا اياه ويخلي فوق راسنا. بدايه بدي اصبح على ضيفي الكريم وحتى نعرف تفاصيل الموضوع من خلاله. صباح الخير. صباح الخير لك سيدتي، وصباح الخير للاخوه المشاهدين، والشكر لك ايضا وللقائمين على البرنامج ولاداره التلفزيون الاردني على هذا البرنامج الجماهيري المحبوب والهادف الصحيح. شكرا. بدنا نشكرك بالعكس دكتور ثروت، واجبنا يعني انه احنا الجهود دائما اللي بتكون موجوده على ارض الواقع احنا اعلاميا بس قاعدين عم نظهرها للاشخاص الكتار. واحنا طبعا الفتراء يعني موجوده في قلوبنا، يعني احنا عندنا حضاره كامله تاريخيه وايضا معلم سياحي جدا مهم، فمن الضروري انه نعرف من خلال حضرتك عن الفتراء واقليم الفتراء والمفوضيه والانجازات اللي قمتوا فيها وتفاصيل طبعا عن الموضوع. اشكرك سيدتي. البتراء، الحديث البتراء الصحيح له ابعاد كثيره وله شجون صحيح. البتراء قصه تحكي التاريخ بالنسبه للاردن لا شك، ولكنها تمثل المستقبل، يعني من تحكي التاريخ لحضاره هذا البلد وحضاره هذه المنطقه، ولكنها تمثل جزء رئيسي من مستقبلنا اذا احنا استغلينا البتراء بالطريقه اللي يجب ان يتم استغلالها. صحيح. البتراء منذ 1985 أصبحت جزء من الإرث العالمي، وضعت على التاريخ أو الإرث العالمي، قائمة التراث العالمي، ومن ذلك الوقت أصبحت ليست ملك لنا في الأردن فقط، أصبحت ملك البشرية، وبالتالي هذا شكل عبء علينا كدولة أردنية في الحفاظ على هذا الإرث العالمي والمحافظة عليه. من هذا المنطلق كان لابد من أنه يكون هناك تنمية مستدامة، تنمية تغطي حاجة المجتمع المحلي في الإقليم وحاجة الدولة الأردنية للتنمية والديفلوبمنت، وفي نفس الوقت أن تراعي موضوع المحافظة على هذه المحمية، وهي ما نسميه بالسستينبل ديفلوبمنت، التنمية المستدامة، أن تنمي وتحافظ في نفس الوقت، لأنه هذه هي كما أخذ استلمناها احنا من الأجيال السابقة، هي حق الأجيال القادمة. الصحيح. ومن هذا المنطلق بدأت فكرة إنشاء سلطة إقليم البتراء، هذه السلطة التي تهدف إلى خلق هذا التنمية المستدامة والمحافظة على هذا البتراء. احنا خططنا واعدة وكثيرة. صحيح. القانون أنشئ، السلطة أنشئت ب 2009 بموجب قانون 15 لعام 2009، وأعطيت هذه المنطقة هذه الخصوصية لإدراك قيادتنا سيدنا مولاي جلالة الملك لأهمية هذا الموقع. صحيح. والاستغلال الزخم الذي حدث بعد 2007 عندما أصبحت إحدى عجائب الدنيا. yes. فحتى نستغل هذا الزخم دوليا أنشئ سلطة قيم البتراء بموجب قانون مستقل، وأعطيت هذه الصلاحيات للإقليم للعمل فورا على 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 تطوير هذه المنطقة وتحويلها الصحيح من مجرد موقع أثري يزار في سويعات قليلة إلى وجهة سياحية عالمية، ديستنيشن، تصبح محطة سياحية على الخريطة السياحية العالمية، يزورها الزائر لمدة يومين أو ثلاثة أو أكثر. وما لهذا الكلام من مردود على العائد، المجتمع المحلي أولا والدولة الأردنية والدخل الناتج القومي والدخل السياحي وإلى آخره. صحيح. يعني يمكن دكتور ثروت يعني أصبت الهدف زي ما بقولوا، إحنا مشكلتنا دائما المواقع السياحية الموجودة عندنا هي فقط يعني بيجوا بيتفرجوا على الموقع الأثري وبيتركونا وربما يروحوا لدولة أخرى بيقيموا فيها. فإحنا دائما زي ما تفضلت بدنا أنه هذا الموقع يكون موقع يقدروا أنهم يقعدوا فيه خلنا نقول بالأيام بالأسابيع، يلاقوا كل الخدمات المتوفرة حتى يقدروا أنهم يكونوا موجودين. شو الإنجازات اللي خلنا نقول قمتوا فيها بسلطة إقليم البتراء بتخص خلنا نقول هذا الموضوع؟ صحيح. احنا كمجلس تقريبا، هو مجلس جديد تقريبا قارب على 10 اشهر، لكن في مجلس سابق زملائنا بداوا العمل الصحيح ونحن نكمل العمل الصحيح. لا شك انه احنا عندنا تم انجاز المخطط الشمولي، وضع خطه استراتيجيه للاقليم،
استهدفنا عدد من أهداف التارجتس الرئيسية اللي هي رفع مدة إقامة السائح من ليلة حاليا إلى ليلتين إلى ثلاث ليالي، زيادة عدد الزوار بحدود 1.5 مليون إلى 2 مليون، طبعا هذا خلال 15 سنة القادمة، وبالتالي رفع الدخل الناتج من السياحة في إقليم البتراء من 100 مليون دينار حاليا إلى 600 مليون خلال 15 سنة القادمة، وإلى انعكاساته على الخزينة والناتج القومي المحلي. حتى نحقق هالأهداف الصحيح فهناك تحديات كبيرة الآن نعمل مع الحكومة الصحيح على حلها خلال الشهور القادمة إن شاء الله، لكن اعتقد انه انجزنا في موضوع التشريعات، انجزنا في موضوع البنية التحتية، في وضع مشاريع كبيرة الان، وضع خارطة الطريق لمشاريع لتطوير الاقليم وخلق البنية التحتية المحفزة للاستثمار والجاذبة للاستثمار، وبالتالي احنا كعملنا نعمل تحت مظلة خطة استراتيجية ومخطط شمولي لتحويل هذا الاقليم فعلا الى وجهة سياحية عالمية كما نهدف وكما يرغب دائما سيدنا بإعطاء هذا الموقع المهمية اللي تستحقه. دكتور ثروت، تعاونكم مع الحكومة للقيام بهاي الأعمال، يعني إحنا دائما بنقول بالبلد إيد واحدة ما بتزقف، كل الجهات لازم تتعاون لأنها هي منظومة متكاملة للرفع من أي منطقة موجودة في المملكة، فتعاونكم مع الحكومة لتطوير صحيح نحن جزء من الحكومة أولا يعني، لكن بقول للأمانة أن الحكومة ممثلة بشكل رئيسي بدولة الرئيس. نعم. زار إقليم البتراء في شهر 4 العام مع مجلس وزرائي مصغر، وصحيح في تنسيق متصل ومستمر بينه وبين الحكومة، في تقارير شهرية عم تخرج من عنا وبتذهب إلى رئاسة الوزراء، وبتم متابعة على مستوى شهري الإجازات. فالصحيح للأمانة الحكومة متابعة معنا، دولة الرئيس بشكل حثيث ومتصل معنا في موضوع المتابعة للبرامج وللأهداف اللي احنا حطيناها احنا والحكومة لتحقيقها، واللي في المجمل تؤدي إلى تحقيق الهدف الاستراتيجي لنا في سلطة إقليم البتراء أو تحقيقه. يعني عفوا، يمكن أنت بتتحدث كان معنا مشاهد من زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني لإقليم البتراء، هلأ لما نحكي عن الزيارة هاي جلالة سيدنا في الزيارة اللي غطيناها أكيد عبر التلفزيون الأردني في الأخبار قبل شهر، وهلأ رح نيجي أكيد نتحدث عنها. إذا بدنا نحكي يمكن عن التحديات، أكثر التحديات اللي بتواجهوها دكتور ثروت، المشاكل، خلينا نقول إحنا بدناش نقول مشاكل، خلينا نخليها تحديات. نعم نعم، صحيح بالضبط. التحديات تفضل. رفع وتنمية البتراء بشكل أكبر. سيدة التحديات خليني أصنفها تحت ثلاث فئات أو ثلاث أنواع. التحدي الأول هو تحدي إدارة المحمية. تعرف المحمية، البارك المحمية هي تشكل 30% من مساحة الإقليم ككل، 300 بحدود 270 كيلومتر مربع، وبالتالي الحفاظ على هذه المحمية ومكتنزاتها وآثارها ومواقعها الخالدة من العبث، من إساءة الاستعمال، من الفوضى اللي داخل هذه المحمية أحيانا، حماية هذه المحمية وإدارتها بالشكل الصحيح الفعال الذي يحافظ عليها كما نهدف هو التحدي الأول. صحيح. هذا التحدي الأول حلوله تشريعية أولا من خلال نظام المحمية اللي صدر مؤخرا ويساعدنا في إدارة المحمية. ومن خلال أيضا يعني يكون في عقوبات، خلنا نقول يعني هو يفرض عقوبات على الاعتداءات ويعطينا قوة أثرتي تشريعية صلاحية كسلطة لفرض أو إدارة المحمية بالطريقة التي تحافظ عليها. جميل. زائد أيضا تشريع، زائد تطبيق القانون law enforcement، يجب أنه إحنا نسعى للصحيح مع ونتعاون الآن حاليا مع الأجهزة الأمنية أنه نطبق القانون في الحفاظ على المحمية وردع أي محاولات اعتداء وعشوائية. طبعا في مشاكل كثيرة في المحمية، إحنا حتى تكون واقعين يجب أن نذكر المحمية نحن نعمل على إدارتها بشكل صحيح، لكن في مشاكل، وإحنا مؤخرا أطلقنا حملة البتراء بترا كامبين لإدارة الموقع وحمايته والتخلص من عمالة الأطفال ومشاكل موجودة في هاي، ولذلك أعتقد أنه إدارة المحمية هي التحدي الأول. في عندنا تحدي ثاني مالي، وهو تحدي نحن نقدر ظروف الموازنة العامة والخزينة والدولة، ولكن دولة رئيس الوزراء والحكومة تعمل، وجلالة سيدنا أعطانا دفع كبير في موضوع دعم المشاريع هذه الصحيح. جميل. في زيارته السامية مؤخرا، وبالتالي أعتقد أن الموضوع المالي في طريق إلى الحل قريبا إن شاء الله من خلال منحة خليجية ستساعدنا. الجانب الثالث الصحيح اللي هو جانب التشريعي، في عنا عوائق تشريعية، القانون
في 2009 لم يحدث عليه أي تعديل، لم تصدر الأنظمة، ولكن عملنا في آخر 19 على إصدار أنظمة كثيرة تساعد في تطبيق القانون، هي أدوات القانون، والآن في عمل على تعديل القانون لإعطائه مزيد من القوة ومزيد من الحوافز. فالتعديلات التشريعية زائد الحوافز التي نسعى إلى منحها للإقليم والمستثمرين هي نوع من التحدي. أعتقد العمل جاري في الثلاث تحديات لحلها خلال فترة إن شاء الله في خلينا نقول في ظرف 2015. لا إن شاء الله ما شاء الله يعني خطوات طويلة خلينا نقول في الرفع من إقليم البتراء والاستدامة في التنمية. صحيح. له دكتور ثروت، يعني لازم نحكي طبعا عن زيارة جلالة الملك السامية لإقليم البتراء، وخاصة أنه أنت زي ما تفضلت قلت لي وضع حجر الأساس لمشروع المتحف هناك، فنحكي شوي عن هذه الزيارة، معناها أهدافها، المتحف اللي وضع حجر الأساس له جلالة سيدي. يعني سيدتي زيارة مولاي جلالة الملك للإقليم يعني ما بدي أخذها بمعزل إنها حدث مستقل. صحيح. زيارته تأتي ضمن سياق متصل لدعم سيدنا والتوجه الملكي لدعم هذا البتراء منذ 10 سنوات أو أكثر. في 2007 بستذكر مرة ثانية أنه كان سيدنا الراعي الرسمي لدعم ملف البتراء في التصويت حتى تصبح إحدى عجائب، والحمد لله وفقنا الله في هذا الموضوع. على ضوءه سيدنا يعني أشعر أن هناك إنجاز حدث، وبالتالي يجب الدولة أن تواكب هذا الإنجاز بإنشاء سلطة إقليم البتراء وتحويلها مجلس فوضين وأعطاها الصلاحيات، فتم إنجاز 2009. في 2011 سيدنا زار البتراء ووضع حجر الأساس للمشروع نفسه ذاته، هذا اللي هو مركز الزوار. وقدوم سيدي ومولاي جلالة الملك الآن بعد 3 سنوات أو سنتين ونص ليفتتح هذا المشروع تحمل رمزية كبيرة. صحيح. أنه يتابع حتى إنجاز هذه المشاريع، وضع حجر الأساس وجاء اليوم ليفتتحه، بل وزاد على ذلك بأن وضع حجر الأساس لمشروع آخر اللي هو مشروع المتحف، وهو مشروع متميز مع بمنحة من الجايكا اليابانيين. أيضا بارك سيدنا من خلال عرض قدمناه لجلالته برنامج تطوير إقليم البتراء الذي يحتوي على 5 مشاريع رئيسية ستغير شكل البتراء بشكل واضح جدا. فبارك سيدنا هذا البرنامج وقال على بركة الله يعني سيروا في هذا الموضوع، وأعطى التعليمات بأنه إن شاء الله تنحل كل أمور المالية في هذا الموضوع. لذلك أعتقد يعني يجب أن نأخذ زيارة سيدنا في سياق الدعم الهاشمي والرعاية الملكية دائما لهذا الموقع. وأعطى توجهاته سيدنا إلينا في الزيارة بأن نحافظ على هذا الموقع، أن ننسق مع المؤسسات الدولية للحفاظ على هذا التراث العالمي والإرث العالمي. وبالتالي صحيح دفعة معنوية كانت كبيرة من جلال سيدنا أن يتابع عن كثب كل سنة أو كل ما تاح له الوقت أن يزورنا ويدعم، ووعدنا بزيارة قادمة إن شاء الله في السنة القادمة، لأنه دعينا إحنا نفكر بعمل ملتقى استثماري حتى على مستوى دولي. وبالتالي برضو سيدنا تكرم علينا بالموافقة على رعاية هذا المؤتمر خلال العام القادم إن شاء الله إذا ربنا يسر الأمور. وبالتالي يعني هذا نهج هاشمي في دعم كل ما يمكن أن يؤدي إلى رفعة الوطن وتطويره واستغلال هذا الموقع بشكل مستدام وصحيح يعود بالنفع على الوطن إن شاء الله. صحيح. يعني دكتور ثروت، خلنا نقول يمكن التوصيات آخر شيء اللي بتحب أكيد حضرتك من موقع مهنتك خلنا نقول ووظيفتك، وأيضا من كونك أردني ومواطن بتحب البتراء، ما في حدا ما بيحب البتراء أكيد، لأنه زي ما تفضلت قلت هي إرث من أجدادنا تاريخنا، وأيضا هي بتمثل دخل قومي من السياحة للبلد وللعاملين أيضا في البتراء. فأحكي لنا شو رؤيتكم المستقبلية، شو التوصيات اللي بتحب أكيد تحكيها؟ يعني رؤيتنا المستقبلية سيدتي لا شك أنه يجب أن نفعل استغلالنا لهذا الموقع بشكل صحيح، يجب أن نقوم بعمل موازنة صحيحة ما بين المحافظة على هذا الموقع وتطويره، يجب أن نعمل موازنة ما بين استغلال هذا الموقع وهذه الكنز اللي الله حبانا فيه وبين تطويره باتجاه يخدم اقتصاد الوطن ويخدم أبناء المنطقة. أبناء المنطقة هم أصحاب حق رئيسي في العمل والاستفادة، ونحن نقدر هذا العمل ونقدر هذا الشيء وندعم هذا الشيء. الوطن أيضا له حصة، ولكن أعتقد أنه يجب أن نكون نتعاون، يجب أن نستغل هذا المثلث الموجود، المثلث الذهبي اللي هو وادي رم والبتراء والعقبة في خلق منظومة متكاملة سياحية. يجب أن نفعل
أكثر دور وزارة السياحة في موضوع هذا. صحيح. وبالتالي نملك في الأردن ما يجعل يعني من الناس تطوير رفع الدخل القومي. ولذلك أعتقد أن العمل يجب أن يستمر مع الحكومة مع وزارة السياحة في تطوير دورها في معانا في دعمنا في هيئة تنشيط السياحة في تسويق البتراء. أعتقد أن هناك دور يجب عمله وأعمال كبيرة يجب ما زالت تحتاج العمل. سيدتي يعني 100% دكتور ثروت يعطيكم ألف عافية في سلطة إقليم البتراء، وإن شاء الله يعني بمجهودكم بنشوف البتراء، إحنا شايفينها على خارطة العالم السياحي لكن نشوفها على أرض الواقع ونشوف أفواج وأعداد، لأنه فعلا عندنا كنوز في الأردن. صحيح. يا ريت أنه كل مواطن مش بس حتى الحكومة أو سلطة إقليم بتراء يستغلوها لمنفعتنا ومنفعة الأردن اللي بنحبه. فأكيد نشكرك دكتور ثروت المصالحة مفوض البنية التحتية والاستثمار في إقليم البتراء. شكرا لك وتحياتنا، يعطيكم ألف عافية. تسلم. شكرا مشاهدينا، لكل الأشخاص اللي بحبوا يعرفوا شو طريقة عمل المكدوس من لما يقطفوه لحد ما نشوفه على المائدة، ويمكن هاي خلنا نقول المكدوس من الموائد ومن الأكل كثير منحبه. خلنا نروح لهذا التقرير اللي أعدته الزميلة مي نسور وأخرجته الزميلة نزهة زغول، وراح نشوف منص ماضي ست منص ماضي أم عماد هي اللي راح تقوم بتحضيره. خلنا نروح لهذا التقرير ونرجع حتى نكمل مشوارنا الصباح معكم، خليكم معنا.